يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قال بوحدة الوجود فقد كفر، ومثل بابن عربي. أما الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته لأهل القصيم فإنه لم يكفر ابن عربي. السؤال: هل هذا الرجل يكفر أو لا؟ الرجل يقال إن مقالته كفر وإلحاد، أما أنه ختم له بذلك وأنه مات على ذلك قطعاً فهذا لا ندري عنه، نحن نكفره بما يظهر منه وبما ظهر منه موجود في كتبه الآن، خصوص الحكم والفتوحات المكية موجودة كتبه الآن فيها وحدة الوجود وفي أشعاره، لكن الجزم هذا هو اللي مثل ما كررنا، لا يجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمراد الشيخ أنه لا يكفر ابن عربي لا يجزم بخاتمته ومآله. نعم.